من ضمن الأسئلة، أنا معايا الشهادة الثانوية العامة وبسبب ظروف ما قدرتش أدخل جامعة، هل ممكن أتعلم حاجات بخصوص شغل البنوك؟ يعني أتعلم من الإنترنت وأقدر أشتغل في بنكي بشهادة الثانوية العامة أو الثانوية لو مفيش أمل خلاص، مع العلم بإني 22 سنة ومعايا لغة أجنبية؟ للأسف يا سيد الفاضل ده مش بيكون متاح. الحقيقة إن أغلبية البنوك في الوقت الحالي بتعين مؤهلات عليا فقط. يعني كان ده موجود ان ممكن تتعين بمؤهل اقل من المؤهل الجامعي، وكتير جدا شفنا ناس في الثمانينات والتسعينات، شفنا ناس واهالينا منهم ناس كده كان معاهم مؤهل دبلومه ومؤهل ثانوي وتعينوا في البنوك بهذا الموضوع، وحتى في شركات قديمه كانت تعين على وظائف كتيره وتجد ان هو مدير عام وهو على هذه الدرجه. لكن في الوقت الحالي البنوك طبعا ضيقت هذه الشروط، لان طبعا في حجم كبير جدا جدا من الخريجين وبيكون عليهم طلب في الوقت الحالي، فيقول لك انا ليه انزل لمستوى الثانويه العامه او الثانويه الفنيه او المؤهل المتوسط بشكل عام. عشان كده احنا بنقول لك هنا انك لو انت مهتم بمجال البنوك، معلش نحاول ان احنا نحصل على مؤهل عالي، وفي هذه الحاله خد صنعه معينه او مجال معين، وبعد كده ان شاء الله هذا المجال لما تحصل فيه على دراسات عليا او تشتغل فيه في اكثر من شركه تستطيع معها بعدها ان شاء الله انك تشتغل في بنك لما يعلن على وظيفه ناس خبره، هيكون ليك ان شاء الله الحق في التقديم ليها وربنا يوفقك.